اخو يا جبار. السلام عليكم. اليوم التجربة الثانية مع شركة مع جماعة فالكون حبايبنا اخواننا في دولة الامارات في مدينة دبي. وصراحة ما اكذب عليكم يعني المفروض كنت جاي بهادي فخربت معي الحكاية، ما عرفت اعمل التجربة الثانية، فقلت له الله يرضى عليك خلينا نوقف نبتدي بهذيك الستة سلندر 370 زي، لانه لو ابتديت بهذه حتخرب الحكايه، ما حعرف اسوق شيء. فعندنا 600 باوند العزم، 640 حصان، 10 سلندر، 8400 سي سي، واحده من اكبر المكاين ان ما اكبرها على الاطلاق اللي تنتج من المصنع كخط تجاري. طبعا خط لا، خطوط ثانيه مختلفه وانتاج مصنع بشكل مختلف، ما بنتكلم عنه، بنتكلم انه منتاج من المصنع، تروح تدفع فلوس وتاخذ سياره من الصاله. 8400 سي سي 10 سلندر. للمعلوميه البسيطه، ماكينه البوغاتي فيرون اللي عباره عن اربع مكاين مطبقه في بعض 8000 سي سي، دي 8400. هناك هي نعم على 16 سلندر، هنا على 10 سلندر. طبعا هذا المفهوم الامريكي لعمليه، بصراحة أنا ما بدي أسميها القوة الرياضية، أسميها القوة الغاشمة. يعني ما في مسح. يعني مثلا أنت بتروح بالزي إكس أو بسيارة ثانية رياضية، تعال أخونا نتفاهم، في عندنا خناقة رايحين نتخانق مع واحد. رايح تتفاهم تصلح بينهم، من يوم ما تجيب الدوج الفايبر ما أنت رايح تتفاهم، أنت رايح آخذ معك مضرب بيسبول حتكسر أحد، حتضرب أحد، حتعور أحد. سيارة جبارة بجربها ما شاء الله عزمها، يعني ما أكذب عليكم، قعدت ألعب في السيارة شوية في الطريق قبل ما وصلنا لهنا، جربت أقوم في الجير الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس، ما شاء الله العزم ما بيقول لك لا على أي حاجة. إيش تبغى؟ عزم موجود. طبعا السيارة هذه بتيجي بثلاث فئات. طبعا ابتدت هي من آخر التسعينيات، نزلت السيارة هذه، وكانت الفكرة حقتها حبوا يسووا السيارة الرياضية. المضحك في النص، ماكينة العشرة سلندر كانت فكرة مين؟ في ذلك الوقت كان شركة دودج تملك شركة لامبورغيني، فحبوا ياخذوا منهم يستفيدوا منهم في السيارات الرياضية، فشاروا عليهم شركة لامبورغيني انه عشان يحطوا سيارة ماكينة قوية رياضية امريكية. فكانت في ماكينة حق تريلا 10 سلندر حنفسها حنزلوها في دودج الرام، نزلوها هنا. وهذه هي العشرة سلندر 8000، كانت 8000 سي سي، بعدين صارت 8200 8400 حسب التطور. طبعا كان بدون ايرباج واي بي اس، عشان كذا يمكن تلاحظوا ما تلاقوا الدوج الفايبرات القديمه ما عاد تحصلوها في الشوارع ماشيه كثير. يعني كانت 400 حصان، 450 الين وصلت 640. فالنتيجه يعني ساره زي هذه محتاج لك حاجه يسموها الكترونيك ناني. الكترونيك ناني يعني محتاج لك مربيه الكترونيه، دادة الكترونيه تساعدك يوم ما تغلط، هي تساعدك تظبط معك. هذه السيارة الموديل الجديد، واضحة الكاليبرات البريمبو، عندنا اي بي اس، عندنا ايرباك، اثنين ايرباك على حجم السيارة، بس يعني كان ممكن شوية ايرباكات جانبية تكون موجودة فيها. طبعا روعي فيها تخفيف وزن السيارة، وزن السيارة ترى على قد هذا الحجم الطول، زي ما قلت تيجي ثلاث درجات، في عندنا جي تي اس هذه أعلى واحدة، بعدين في واحدة أقل منها اسمها تي اي تايم اتاك، وأقل واحدة الفايبر الاس ار تي 10. هذه الجي تي اس أفخم وأكبر واحدة. طبعا المضحك إن السيارة اسمها جي تي اس جراند تورينج. فين تورينج؟ يا اخوانا هذه سيارة رياضية، سيارة واحد بيدور على مشاكل، واحد راح يتخانق. تورينج يعني معناتها تاخذ سيارة يسموها سياحية كبرى، سيارة حلوة وتتدلع وتنبسط وبشويش وناعمة. فين عمى؟ ما شاء الله يعني أفعى يا مجرم حرب صربي ما يمزح. ما في مسح، السيارة جبارة. أنا قاعد ساق السيارة ماشي وراك في الطريق قبل ما نوصل هنا، ما شاء الله يعني بقول لك صرت يعني أول سايق شوي قبل ما أخذت ولفت على السيارة، بعدين صرت قاعد العب كل شويه ارمي جير ارمي نمره اجرب اشوف السياره ايش حتسوي. فاوقات ماشيه حلوه، فاوقات فجاه تلاقي نفسك انطلقت وما شاء الله عندكم هنا مخالفات ما في مسح، يعني كذا الواحد ياخذ مخالفه. طبعا زي ما قلنا هذه ثلاث درجات السيارات. في تقليد قديم في الخمسينيات كانت تيجي السياره بولج كذا سقفين، انها سياره رياضيه تيجي ايش مقببه من ناحيتين، فهو ما زالوا محافظين على التقليد هذا. طبعا انا قاعد من جوا بصراحه الشهاده لله ما كنت شايف شيء في الطريق ابدا من الناحيه دي، كل اللي شايفه النفخه دي. هذه النفخه كل اللي شايفه، تقولوا لي ابعد من دي نفخه، والله ماني شايف ولا حاجه. طبعا معاكم انه بيراعوا عمليه انه السياره رياضيه وبيخفف وزنها، بس ممكن ينفع شويه باركنج سنسورز اماميه، حساسات اماميه تساعد، لانه ما شاء الله السياره واطيه. يعني خليني اتكلم بكل امانه، يعني ما الواحد ينتبه للحفر والمطبات، ماشي بشويش كل عندي حفره وكل مطب صناعي بسمي بسم الله وبشويش لين اعدي. طبعا عندنا مداخل الهواء واضحه، مخارج الهواء لعمليه التبريد، لانه ما شاء الله يعني القلب النابض جوا، ما اعرف اقول يعني ما اقدر اسميه قلب نابض،
يعني هذا ما اعرف في مصنع صغير جوا، في مفاعل نووي، في حاجه زي كده ما بتمزح. طبعا حافظوا على التقليد القديم انه تتفتح هي من جوا وبعدين ترجع تتفتح من برا الكبوت حق السياره. حنشوف السياره دحين مقابض الابواب تدخل لجوا. لو تلاحظوا السياره كلها معموله منحوته كانها من قالب رخام جرانيت ومسكونه حتى ونحت، بحيث انه عمليه الانسيابيه الجناح اللي موجود عندنا التي اي الموجودة عندنا التي اي اقل سرعة من هذه حوالي 193 مايل 300 كسور ميل 300 وكسور كيلو، هذه 206 مايل حوالي 318. هذه منافس لها في السيارات الامريكية الكورفت الزي ار 1 القديم. الكورفت حسه انعم او اسهل في السواقة من دي. الكورفت طبعا على قد ما سيارات كورفت سيارات جبارة ما فيها مسح، وسيارات يعني ايكونيك ايقونة امريكية مشهورة تماما، بس البودي حقها بلاستيك شوية. هنا طبعا استخدموا عمليات كثير في تخفيف الوزن، استخدموا عملية النحت، حتى بحاولوا يحافظوا على التاريخ القديم حق السباقات موجود عندنا هنا. عندنا حراشف جلد الثعبان باينة هنا. طول ما انتم ماشيين حتشوفوا عمليات التبريد حتى تحت الاير ديفيوزر، موزع الهواء السفلي اللي تحت طالعوا فيه معمول كأنه دورين، جزء فوق العلوي ده اللي فوق كأنه بيطلع الهواء لفوق عشان يثبت السيارة، واللي تحت بيصرف الهواء، فماشي في اتجاهين، واحد يسرع عملية طلوع الهواء والثاني بيطلع الهواء بدال الارتفاع بحيث انه يثبت السيارة، مع الجناح العلوي اللي فوق كمان بيكبس السيارة يثبتها على الأرض. لأن خلينا نتكلم 600 حصان 640 حصان 600 باوند، ولو تهورت فصل جهاز التحكم في التماسك فنضمن لك يعني إن كملت في خط مستقيم فتقبل كفرات، يعني حيكون يمكن 50% أو 40% من عمره راح. هذه الشنطة شوف عملية تخفيف الوزن، يعني حتى طالعوا هنا الكربون فايبر خفيف مجوف وزن خفيف عشان الثبات. طبعا عندنا علامة الثعبان ورينا كوبرا، يعني حتى الفايبر يعني الكينج كوبرا، زعيم الكوبرا، ملك الكوبرا. الشنطة حاجة صغيرونة، يعني حاجة يعني كيس مقاضي، حاجة هنا واحد هناك كده، يعني باب مجاملة عندي شنطة ما في أكثر من كده، عشان لا تقول والله ما في شنطة. الماكينة 6 نمر، الماكينة السيارة دي من يوم ما جات الجير حق 6 نمر عمره ما قدروا، هم يقولوا عمره ما نزل أوتوماتيك، وأنا أشك إنه عندهم جير بوكس أوتوماتيك استحمل القوة دي والعزم هذه. لكن خلينا ناخذ رواية المصنع، السيارة دي معمولة لهدف رياضي بحت فهو ده اللي ماشيين عليه. هذا اخوانا المفاعل النووي الصغير، محطة الطاقة، محطة الكهرباء اللي موجودة هنا، لأن هذه ما يمكن ابدا تكون ما اعرف 8400 سي سي. شوفوا قديش السراتس اللي عاملينها، عميد القضبان مانع للترجح واللي ثبت السيارة من فوق، 1 2 3 4، وشوفوا ما شاء الله حجمها غير طبعا الموجودة قدام هنا غير الموجودة من تحت. رديتها طبعا الموضوع بشكل مائل، في الكورفت ميلوه كده شويه بالعكس، هنا ميلينه بالشكل معاكس الكورفت، والهواء زي ما احنا شايفين 1 2 3، عمليه التبريد غير اللي من تحت غير اللي من الجوانب من جوا هنا اللي طالع من الناحيه دي، هذه كلها مستخدمه عمليه التبريد. السياره هذه 640 حصان اكثر من كافيه لو، وبعدين طبعا عمليه كم من تحت، لو شركه دوج بدون ما تفرارك تتدخل شويه انه ما حبوا السياره دي تقوى كثير، لو شركة دوج سمع كراسي داخلية واخذينها من شركة فراري، لو شركة دوج حبوا يطبقوا معادلة ما حقول طبقوا زي الاوروبيين 125 حصان لعميدة كامة فوق في اللتر الواحد، بس خليني اقول طبقوا 100 حصان حتتكلم على 840 حصان من الماكينة دي. شفت سيارات من هذه معمولة توربو 1700 حصان وممكن يطلع اكثر من كده، بس يعني كانت مشكلة فين 1700 حصان، فين يرسوا السيارة على الارض، فين يمسكوها في الارض. طبعا ما شاء الله اكثر عنصر لو طالع في الكفر الامامي طالع من فوق قد ايه حجمه، والكفر الخلفي يعني ما شاء الله عنصر المطاط الربر الكفرات موجوده يعني بشكل واضح تماما حتى يدوب ثبت السيارة على الارض. طبعا اللون ما بدي احكيكم ما شاء الله تبارك الله احمر ناري في عز الشمس. هذا الشكمانات طبعا محافظين على التقليد، الشكمانات من الجوانب، بس طبعا ما انصح احد ابدا يكون الشكمان حار كثير حط يده هنا، حتى حاطين لك علامه، حاطين لك علامه هنا، شايف العلامه اللي على الباب، يعني انتبه ليدك وانت ايش بتطلع بتدخل، لا تحط يدك على مكان حار. هذه الكراسي زي ما قلنا حقت السياره. خليني اسمعكم صوت الشكمان بلاش غلبه وكلام كثير مني انا، اسمعوا المهم.
الدوج الفايبر برضه قاعدين مستمتعين كذا في نشرب لنا كوب قهوه شويه رايح راسنا شويه. الحراره ما شاء الله اليوم كانت 38 في الشمس، فما بدي احكيكم يعني الواحد وقف دماغه ساحت من جوا. السعر جبار، انا اخذت التنكي تقريبا على الربع في الدوج الفايبر. عبال ما وصلنا مشوار كذا سقنا شويه يعني شرقنا وغربنا في دبي، استمتعنا في الشوارع وفي المناظر. تنكي البنزين اللمبه حمرت، لمبه البنزين نورت احمر، فما شاء الله يعني اللي بيشتري سياره زي دي سعرها 2013 حول 500,000 درهم، 124,000 دولار تقريبا، وال 2014 حول اعلى شويه خلينا نقول 550,000-600,000 درهم. فاللي بيشتري سياره زي دي وعاشره سلندر ما اعتقد انه هدفه صرف البنزين. ناخذ لفه بعد الدوج فايبر، ناخذ لفه في القطار ده شويه يهدي. زي اكس 370 وفايبر وين اخرتها قطار حق الاطفال، بس والله حلو تغيير جو. ف سياره كعزم ماكينه جباره، الكفرات قد كده عريضه من ورا بالكاد ماسكه في الارض. في زر حق اللونش حق التحكم حق اللونش، ف كمان برضه هذه من ضمن الاشياء اللي نسميها الالكترونيك ناني، الناني الالكترونيه او الداده الالكترونيه اللي بيحطوا لك في السياره المربيه اللي بتصلح لك اغلاطك اذا غلط. ما هي موجوده، لا لا، السياره عباره عن وحش كاسر ومفلوت. الموديل القديم يعني ما كان في اي نوع من الاشياء اللي تساعدك، عشان كذا ما تشوف سيارات منها كثير، ثلاث اربعه تكسر. ايوه، لكن الجديده لا، عملوا فيها مجهود وصرفوا عليها مجهود وقت كثير. الماكينه بشكل اساسي هي الموديل القديم، انتقلت الموديل الجديد. 640 حصان 600 باوند التورك. الفرق بينه وبين الكورفيت الزي ار 1 حوالي 4 باوند في العزم، وهذه 640 حصان دي كانت حوالي 625-638. الكورفيت يمكن اسهل قيادتها شويه، هذه في خط مستقيم لا تحس انه سياره يعني اذا بطشتم جبارين، جباره السياره ما بتمزح، عزم جبار، والجير غير عادي بيساعدك يعني خصوصا الواحد زي ولف عليه شويه بتاخذ السياره راحتها. في الملفات ضريبه السياره هذه حجمها كبير وطول وكبوت راح بالطول وتوزيع الوزن اللي قدام اللي ورا، يبغى الواحد ينتبه فيها خصوصا اذا في مطبات صناعيه دقنا السياره من تحت سبولرات لها تاثير. لما طالع من السياره نسيت نفسي شويه، فعبال ما فك الباب وريح تقريبا حركت رجلي لانه الشكمان ما شاء الله حار في الدور سيلز اسفل الابواب بيكون ما شاء الله مولع نار يعني ما بدي احكيكم. ف على السرعه عاليه اعتمادا على الاسفلت وعلى الحراره اليوم يعني كنت ماشي حاطه على الجير السادس ومريح شويه ماشي 120، صوت الكفرات وصوت الشكمان كان بالكاد اني اسمع مسجل ولا اسمع عداد حتى جرس السرعه كان بالكاد تسمع. فهذه واحده يمكن ملحوظه بسيطه، واعتقد اللي اخذ السياره دي عامل حساب انه 10 سلندر صوت جبار، فجاي مشتريها لغرض معين عارف عليه، فاللي عارف هي السياره دي ايش وحابب يستخدمها طبعا ما حقت على قد ما انه حاولوا يحسنوها ويطوروها تكون استخدام يومي، ما خلينا نكون واضحين وصريحين ما حقت استخدام يومي. ياخذها واحد عنده سياره ثانيه سيارتين ثانيه غيرها، حابب ياخذها في الويكند، حابب يستمتع، حابب يكون يوم الاحد مثلا يروح يطلع على حلبة سباق خط دراج يطلع الافراس ويرجع شويه، سياره رائعه. دحين حننتقل للسيارات نكمل باقي التجربه حقتنا، بردنا شويه نكمل باقي الشغل. طبعا الكراسي ما شاء الله فيري سبورتيف للسواقه الرياضيه، بس على المسافات الطويله ممكن نوعا ما تكون يعني غير مريحه شويه. الباكيتس السبورتيفنس حقتها لعمليه الاحتواء او الحضن اللي بتحضنك هي. الكلتشات شويه البنزين عساتها بنزين والفرامل الكلتشات شويه ضيقه. كان في زحمه كيف كان في الزحمه؟ سواقتها معقوله، الكلتش حلو ناعم ما هو صعب مثلا، فهمت علي كيف؟ بس احيانا يكونوا قريبين من بعض شويه على كرمك الله، الواحد رجوله كبيره يعني كراجل اعتقد نوعا ما شويه ضيقه، ممكن لو بعدوه عن بعض شويه كان اضبط. سياره حلوه شويه كرامت شويه يعني ممكن كان ما شاء الله على قد اللي يشوف الطول من قدام ومن ورا، كان ممكن المخصوره حقت الركاب نوعا ما سنه ممكن هنا وهناك شيء بسيط كده اعاده ترتيب فيها بسيطه. الفرامل حدث ولا حرج. هذه عندنا العدادات الداخليه، في عندنا النافيجيشن شاشه كبيره نافيجيشن، شوف علامه الكوبرا كيف طالعه.
تتحكم هنا طبعا في عملية هذا ضغط الهواء حق الكفرات الأمامية والخلفية. عندنا باقي معلومات السيارة من هنا، البنزين، المايل بير جالون، قديش السيارة تستهلك بنزين، ايش المسافة اللي مشيتها، ايش الافرج. خلينا نشغل طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نغم. طبعا عندك هنا زر حق الريس وحق الستريت. طبعا انسى شوية ذا التكييف، هذا نافيجيشن باللمسة، الشاشة، الراديو، ميديا. طبعا اللي بتسويه يطلع معك هنا، بس تحكم، تكييف، نافيجيشن، الخرائط، تليفون، وهذا يعمل البيرنج والسيتنجز حقها. طيب الان خلينا نشرح هنا. شوف هذا هنا الريس، وعندنا عفوا هنا الريسنج اهو طالع هنا. شوف كلمه، شايف كلمه ريسنج اوبتمايز شوك تيونينج. اذا رجعنا حطينا ثاني مره ستريت، ارجع ستريت اوبتمايز شوك تيونينج. مساعده ارجع ريسنج، ما شاء الله صوت يعني صحي جدا لصوت الماكينه. شكرا. التكييف ما شاء الله لا باس فيه ابدا، ممتاز حلو. هذه عندك هنا الولاعه، شوف طلعت لك ايش ما شاء الله، اليد الدقير. يعني خليني اقول لك ايش، 6 نمر بس ما شاء الله يعني واضحه، فهمت علي كيف؟ تعرف تتحرك فيها وانت مستريح. انا طفي الشاشه. طبعا التسارع، اذا وصلت لسرعه قصوى ابتدي معك اعداد الفايبر، يبان معك الافعى، حراره الماكينه، بطاريه الكهرباء، بطاريه الفولت، البنزين، السرعه 340 كيلو في الساعه. بصراحه يعني في كل بساطه. هنا طبعا عندنا هنا الزريحة حقت الاضاءه، التحكم فيها، رفع الدركسون وتنزيله. الازرار ماخذينها من جيب وهذا الشيء. هي نفس الشركه، ما كلفوا نفس الشيء. طبعا هذه بصراحه انا ماشي كانت الشمس جايه شوي على اليسار فحاولت احركها. ما تحركها. ايوه ف ما تحركت. هنا طبعا لما تكون برمج ريموت كنترول حق البيت، البوابه، فتح الجراج من هنا او اي شيء ثاني. التحكم بالرضاعة هنا اوتوماتيك او يدوي، انا سايبه على اوتوماتيك. هي نفس الاشياء المستخدمه، الاس ار تي، الستريت ريسنج تكنولوجي، الاس ار تي. طبعا عندك درج واحد هنا. انا في نقطه معينه كنت ماشي مثلا ابى احط الجوالات حقتي في مكان، طبعا اوكي تعمل لها بيرنج ممتاز وتشبكها بالبلوتوث، بس حبيت اني اخلي شيء قريب من متناول يدي، هنا او هنا، يعني في مكان ممكن اتحط، ما في غير يا دوب الاكواب اللي هنا، وفي عندنا البطاريه والاكزلري موجود ورا الاس دي، فنوعا ما كان يعني انكونفينينت، غير مناسب وغير مساعد في الحكايه. عندك طبعا تكييف ما شاء الله لا باس فيه، المواد يعني بلاستيك اللي محطوط في شكل جلد او جلد في شكل بلاستيك لا باس فيه ابدا. السقف حقه فخم، يعني الكنتارة موجود، كان ممكن تعمل بشكل افضل، بس هو طبعا السيارات الرياضيه دائما بركز على عمليه تخفيف الوزن قد ما يقدروا. ف السيارة بصراحه للغرض اللي هي مبنيه عليه يعني لا خلاف جباره. سامع صوت يعني، خلينا نطلع. طيب شوف سامع صوت الماكينه، وهذا النورمال ولا الريس؟ هذا النورمال. اذا الحين كل اللي يفرق معك نورمال الريس، ما يفرق معك غير انه عمليه السيتنج حق الماكينه حق السسبنشن من تحت ولا بعدين عندك عمليه في زر اللونش، عفوا زر اللونش اهو هنا. هذا جزء فصل التحكم في التماسك، وما انصح احدا ابدا يسويه في خط عام، حتى لو في حلبه سباق يعني حتسويها على مسؤوليتك الشخصيه البحته جدا. وهنا عندك الزر حق اللونش اللي هو عمليه مساعده لاطلاق السياره اهو. طبعا تقوس البنيه. شفت انا بقول لك كنت سايق السياره من جوا، ماني شايف غير الكبوت منفوخ ماني شايف اخر السياره فين، ومن ورا الرايه يعني خليك محدوده شويه. المرايات بصراحه شويه ليك عليها نوعا ما، تحسها صغنطوط على حجم السيارة وطولها عرضها، تحس المراية شوية عشان على بغرض انسيابية ضاقت فيها كثير. طبعا لا غير مستخدم، كان ممكن استخدم كاميرات، ممكن تقول مرايات صغيرة، بس في كاميرات أمامية جانبية خلفية ما فيش، باركينج سنسرز أمامي ما فيش،
الايرباجات موجوده بس لقدام، كان ممكن تكون في شيء في الجانب او بس او هنا ما فيش. لكن في المفهوم الامريكي الصناعه الامريكيه العمليه انه تعال فين المنافسين ونضربهم، مين بده ينافس معانا فراري غيره غيره في خط مستقيم دراج تعالوا نوريكم. انا فعارف تحس ان الحكايه جايه بضرب الحكايه 10 سلندر 8400 سي سي، يعني هي الوحده كلمه 10 سلندر 8400 سي سي هي دي الوحده مرعبه. 640 حصان على وزن كله 1400 كسور كيلو في السياره 1500 يعني حسب الوزن والمواصفات. ف صعب يعني احيانا نسمع حركات الهايبرد وهالاشياء موجوده والبيئه ولا 10 سلندر يعني تشوف كل السيارات الاوروبيه الحين ال 12 سلندر انخرطت، 10 سلندر انخرطت، 8 سلندر بدات تنخرط، 6 سلندر او 4 سلندر توربو توين توربو انتهينا، توربو سوبر شارج تؤدي الغرض وزياده وبحجم قليل وصرفيه بنزين قليل، ما شاء الله 8400 سي سي. طبعا المرايه زي ما انت شايف كمان معموله فريملس، وبعدين خليني اقول لك كتكوتة يعني ما فيها شيء مواصفات. الميزة اللي احترمتها فيها يعني انها هي بديهية بس برضه يعني كمان كلمة شكر ممتازة على حجم السيارة. شوف الكاميرا الخلفية، شوف فانا اتحرك الدركسون بتتحرك معك، وضوحها عالي بعد. ايوه فهذه كمان يعني يا ريت كان حاجة بدال حجم من نفس الكاميرا في شيء زر يشغلك الكاميرا الامامية حيكون رائع. فهمت علي كيف؟ انه حتى كمان او شيء جانبي هنا هناك فبتساعد. هم طبعا بالنسبه لشركه دوج والفايبر في عمليه تطوير جبار حصلت، عمليه التيمينج اللي هي تيمينج سموش اللي هي ترويض للوحش هذا، لكن لسه في امكانيه طويله عريضه لتطويرات ثانيه اكثر بكثير. متوقع من شركه زي كذا فيها دخلت فاكيد بتسوي شيء يعني. هي فيها ترى دخلت على قد ما نفعت في حتة خنقت السيارة شوية، لأن شركة فراري قلت لك إيش يعني أنا أعمل سيارة مثلا قيمتها مليون كسور وأقول لهم 600 حصان 700 وهذا يجي مثلا هذا نص السعر 500,000 على 2013 ب 500,000 2014 بحالي 550 600,000 ريال، يجي بالسعر ده يقول لهم والله تعالوا خذوا ديكم كمان اطرح الفراري مثلا في خط مستقيم في دراج يعني او العزم. فطبعا هذا يعتبر على مستوى الناتشرال اسبيريتد اللي هي محركات التنفس الطبيعي بدون اي ضواغط او شواحن زي توربو سوبر شارج، فهذا عزم يعني من اعلاهم ما كان اعلاهم. فالعزم ما شاء الله طول ما انت ماشي تعشق ثاني ثالث رابع خامس وتقوم من الارض ما عندك مشكله السياره بتقوم. ف تقييم السياره 2 ارباك المفروض يكون في 4. الصوت اللي حاببها حرغبها، فالصوت جاي في حته معينه يا حبيتها يا ما حبيتها ما في حل وسط. سهوله سواقتها، فرامل جباره ما فيها خلاف، جربناها كم مره حتى هي حاره يا بارده. ممكن تزعلوا من تقييمي بس اذا اخذنا على منطقه عملانيه اديها 6/10، وإذا أخذناها على سيارة رياضية جبارة رد أمريكي على سيارات فراري وسيارات تانية بجزء من السعر فأنا أعطيها كناحية بيرفورمس أعطيها 8/10 أو أكثر حتى كمان. فأعتقد الحل العادل للسيارة دي بين أنها بتجمع عالمين، وعالمين ما يجتمعوا بمكان واحد، الحضارة حقتها أنها متحضرة وبين أنها وحش، أنا أدي السيارة دي 7.5/10 بين الاثنين. خصص لفئة معينة للناس لغرض محدد لفئة محددة لسبب محدد لاستخدام محدد. فأنت جاي أنا عارف إيش تبغى يعني، لا خلنا نوية خزاوة أبغى السيارة دي في براس شيء معين أبغى أروح أكسره فهي هذه. فالسيارة أما اللون اللي عليها كمان رائع، انعكاس عجيب. أيوة تحسه أحمر ناري في الشمس كده ينور معك. ففي النهاية كمان نشكر جماعة فالكون، قناة فالكون الإماراتية، بصراحة الشباب جبارين ممتازين يعني متبنين. ان الشباب ما مقصرين معي الله يعينهم، مخبطهم بشاوير يعني عشان بتنزل ما شاء الله من ابو ظبي لدبي 1.5 ساعة تقريبا عشان توصل هنا، ونقعد نشتغل بالسياره ونسيح في الشمس ونرجع نطلع ثاني مره نفس المشوار ثاني مره. بالعكس والله معك انت، الله يرضى عليك ويكرمك اصلك الطيب يا سيدي. بالعكس والله لازم لهم الله ثم نفسكم الطيب ما كان سهل السيارة التجارب دي، وان شاء الله في تجارب ثانيه كثير باذن الله باذن الله ان شاء الله. طبعا الزد اكس حقت محمد فاستغلناها اليوم شويه،
معليش الكفرات شوية اتكيت عليها أنا أعرف خصوصا المشاهد. الله يرضى عليك إن شاء الله. تسلم لي سيدي وشاكر لكم ولتجارب تانية إن شاء الله كثير، وإن شاء الله يمكن تسمع أخبار عن قريب شغال على كم مشروع، لعل عسى ربنا يكرمنا وتتسهل الأمور ونسمعكم أخبار تانية جديدة حلوة. في حد يسألك عن سيارتك تبعتها ولا موجودة الحين؟ الجيب؟ لا والله بعتها. بعتها. مع شغل جديد المفروض أن يكون السفير لعلامة فولفو. يعني بتعرف شوية أشياء تيجي بأدب وزوج كده بدون ما السيارة من طلب لطلب ترى ما أبشر خلاص. والله بعت الجيب، سيارة حلوة ممتازة. لكن طبعا الفولفو سيفتي والفينيشينج حقها لا يعلى. والله بتسلى كل شويه في سياره معي اس 80 و 60 و اكس 60 و اكس 90 اكس 90 كل شويه بتسلى طالع نازل شويه دي شويه دي شويه دي حلوه يعني بس سياره رائعه ان شاء الله. حنعمل لكم تجربه بعدين على الفولفو ال 60، حابب اوريكم السيتي سيفتي والخمسه العناصر حقت السيفتي اللي شركه فولفو عملتها وتستفيد منها الناس كلها وحتى لو ما انت راكب سياره فولفو. والتجارب ان شاء الله ثانيه كثير. شكرا لك. في شيء بعد ملاحظه ثانيه تعليقات عندي وعندك ان شاء الله. مثل كنت منزل انا هوندا سيتي، حلو، قالوا ليش تنزل سياره رخيصه؟ عقب نزلت قبل مكلارن بي 1 ليه نزلت سياره غاليه؟ ليش غاليه؟ شو نسوي؟ لا هي القاعده اللي انا بحاول اوصلها دائما لناس كثير، بقول يا جماعه الخير هذه القناه تثقيفية تعليمية، فأنا ما يمكن أركز على فئة دون فئة ثانية، ما يمكن أركز على صنف منتج دون نوع ثاني، فلازم هي زي داخل مكتبة، ففي المكتبة تلاقي كتب أدب وكتب بلاغة وكتب إنجليزي وكتب لغات وكتب علمية وكتب دينية، فهي نفس الشيء هنا، أنت بتحاول ترضي قد ما تقدر الكل باختلاف الأزواج باختلاف الميزانيات، ففي اللي يبغى فوق اللي يبغى تحت. محبين السيارات يحبون يسوون كل جديد. أيوة محب السيارات حيستمتع بأي حاجة فيها ماكينة وفيها ما أقدر أقول بساتم لأنه في زي سيارة زي المكاين الوانكل الروتري زي اللي مازدا ار اكس أيوة هذه ما هي بساتم هذه يسموها محركات رحوية أول، فإن كانت روتري ولا بساتم وإن شاء الله أو مكاين جت إن شاء الله حيكون لنا تجارب عليها إن شاء الله. شكرا نسيت. الله يرضى عليك. شكرا حبيبي. مع السلامة.